هاي، ازيكم؟ النهاردة هنعمل حاجة مختلفة وجديدة، وهنعملها من بواقي الكيك. اي كيك متبقي عندي ما اكلناهوش يكون معلوش، بس اهم حاجة ما يكونش عليه اي اضافات، يعني ما يكونش عليه اي كريم شانتيه او شوكولاتة او اي حاجة. هيكون كيك سادة، فانيليا سادة او بالكاكاو سادة خالص، وحابين ان احنا نعمله بشكل جديد، وهنعملها بطريقة بسيطة جدا مش هتاخد مني وقت خالص، ويا رب تعجبكم. اول حاجة انا هنا جبت الكيك وهبدأ اخلطه لحد ما اخليه شبه الرملة كده، بس مخلطوش زيادة عشان ما ينعمش قوي، انا عايزاه مرمل كده شوية. هتأكد ان كله اختلط مع بعض وكله بقى رمل كده بالمنظر ده، ميكونش الحتت، بس اهم حاجة ما نخلطهوش زيادة. انا خلطته وما اخدش مني اصلا وقت، يعني اقل من دقيقة تقريبا. اول ما احس ان هو خلاص كله كده اتضرب هبدأ اوقف الخلط خالص. هجيب هنا نص كوباية من اللبن، وهضيف عليها معلقتين كبار او معلقة كبيرة من الزبادي، وهدوبها فيها كويس جدا. انا هنا حطيت معلقة ونص او معلقتين، ممكن نحط معلقتين كبار عادي مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ان احنا ندوبهم وما نزودش عن معلقتين من الزبادي. دي نص كوباية لبن 125 جرام. بعد ما دوبتهم حطيتهم في الفريزر لمدة نص ساعة لحد ما تطلع لي بالمنظر ده. انا عايزاها يبقى فيها تلج كده زي ما انتوا شايفين كده، متلجة وفيها يعني قطع من التلج، هي سايحة برضو اللبن سايح مش كله متلج. انا حطيتها لمدة نص ساعة بالظبط، وهحط في نفس الكوباية اللي هي 125 جرام برضو سكر. لو انتوا حابين السكر اقل ممكن نحط سكر اقل على حسب الحاجة. وهنا باكو دريم كريم شانتيه هضيفه عليهم وهضربهم لمدة 4 دقايق لحد ما الخليط يتماسك، ويبقى الخليط يعني الخليط يبقى متماسك اكتر، مش لين قوي، يعني زي ما هنشوف دلوقتي هيبان في الفيديو ان الخليط بيبدأ يتماسك. انا هنا ضربته لمدة 4 دقايق وعايز الخليط يبقى متماسك بالمنظر ده. خلاص اول ما احس ان هو عمل عروق كده والخليط متماسك هبدأ اطفي عليه خلاص، وهحطه في التلاجة لمدة نص ساعة تانية وهيطلع لي بالمنظر ده. هجيب الكيك بتاعنا وهبدأ اعمل منه طبقات. انا هنا عملت طبولة كبيرة، ممكن تعملوا انتوا بلات صغيرة او كوبايات صغيرة، او تعملوا في اي حاجة انتوا حابينها تتقدم جنب الشاي. ممكن بولات صغيرة هيبقى منظرها حلو جنب الشاي، ممكن بولة كبيرة لو انتوا حابين. هبدأ أرص أول طبقة من الكيك، والطبقة التانية هحطها من كريم شانتيه. لو احنا مستعجلين على كريم شانتيه ممكن نحطه على الكيك عادي على طول، بس هنسيب الكيك نص ساعة مع كريم شانتيه عشان يتماسك ويديني طعم أحسن. يعني أنا هنا حطيت طبقات، طبقة من الكيك وطبقة من الكريم شانتيه، ممكن نضيف عليها طبقة مكسرات أو ممكن نضيف عليها اي فاكهة احنا بنحبها، بس انا هنا عملتها بالكريم شانتيه بس. هعملها طبقات كده زيها زي الكنافة بالظبط. هو اهم حاجة ان احنا هنخلي الطبقة السمك بتاع الكريم كريم شانتيه هنحط طبقة سميكة شوية، يعني مش هنحط طبقة رفيعة، لا هنحط طبقة سميكة علشان طعمه يطلع احسن. ودي احسن طريقة لضرب الكريم شانتيه. في طريقة تانية برضو عملناها في فيديو قبل كده بالحليب المحلي المكثف، الطريقتين في بعض وبيطلعوا حلوين جدا وبيطلعوا زي بتوع المحلات بالظبط، و زي ما انتوا حابين ممكن نعملها برضو بلبن ساقع، بس اهم حاجة نحطه في الزبادي اللي احنا اتفقنا عليه. هنا انا عملتها طبقات زي ما انتوا شايفين زيها زي الكنافة كده بالظبط، وبس انا كده خلصتها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، فيديو بسيط خالص النهاردة، وما تنسوا تشتركوا في القناة. باي باي.